ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده لحظه كتب كتاب محمد سال ورغده مسعود. هما كتبوا الكتاب كده زي ما انتم شايفين، زي ما بيقولوا اونلاين. احلى لحظه هي بتبقى لحظه كتب كتاب زي ما انتم شايفين هما متاثرين ازاي. طبعا ده من كتر الفرحه والانبساط. خلاص هيكونوا لبعض، يا رب كل واحد نفسه في اللحظه دي تتحقق له. تعالوا بقى نشوف مع بعض لحظة كتب الكتاب كانت عاملة ازاي. بجد هي من اسعد اللحظات لكل واحد وواحدة. تعالوا نشوف مع بعض. ان الله كان عليكم رقيبا يا سعيد. نعم. قل زوجتك. 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 ابنتي رغد. ابنتي رغد. ورضيت بك زوجا لها. ورضيت بك زوجا لها. يا محمد. اهلا. قبلت هذا الزواج ورضيت به. قبلت بالزواج ورضيت به. بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير. مبارك الجميع. محمد خلاص لحظة كتب الكتاب وكتبوا الكتاب وخلاص بقوا لبعض زي ما انتم شايفين. السعادة والفرحة اللي هما فيها خلاص هما بقوا لبعض. قد ايه بتبقى لحظة جميلة ولحظة سعيدة لكل واحد واحدة، ربنا يكتبها لكل الناس.